ماذا تنتظر بالضبط؟ زيارة مفاجئة من ريتا؟ بل ما هو أفضل، مجلة القائد عادل سوف تصدر اليوم. كيف يمكنك قراءة مجلة كهذه؟ القائد عادل أفضل بطل خارق في التاريخ، أظهر له بعض الاحترام. بطل خارق يرتدي سرواله فوق بنطاله، أسمي هذا صفرا خارقا. القائد عادل، يوهو، واو، إنه يطفئ بركاناً بواسطة أنفاسه الخارقة، وهذا رائع جداً. وهنا يمسك بقطار ضخم جداً رماه ملك الأشرار وينقذ الأميرة من السقوط. لو كنت مثله تماماً لوقت طويل لقمت بعمل خارق واحد. لو كنت مثله لن تكون حقيقياً، ستكون شخصية كرتونية في مجلة. طبعي هو حقيقي، وإلا كيف ظهرت مغامراته؟ هل تظن أنهم اخترعوه؟ حسناً ربحت، القائد عدل حقيقي. واحذر ماذا؟ في إمكانك القيام بعمل بطولي خارق. أنا؟ مع قوى خارقة وكل شيء؟ بالتأكيد، إن كنت بطلاً خارقاً ستطير مثل العصفور، وستسمع كل ما يقال عن بعد ملايين الأمتار، وتحمل الجبال، والأهم من ذلك يمكنك محاربة قوى الشر إلى جانب مثالك الأعلى الفريد من نوعه، القائد عدل. النجدة! لا تخافي عزيزتي ريتا، أنا قادم. من أنت؟ أيها البطل المقنع الغامض. إنهم ينادونني بالخارق. فعلا إنه بطل من أعظم الأبطال الخارقين. حسنا، لقد حسمت أمري، أتمنى أن أقوم بعمل بطولي خارق واحد مثل القائد عادل. لك هذا يا صديقي، أنادي كل القوى الموجودة لتحقيق هذه الأمنية وإطلاقي إلى الحرية. واو، رائع، رداء خارق، رداء يليق ببطل خارق. هذا؟ ألدي قوى خارقة؟ أجل، بالطبع، ثق بي، أنا متأكد. بصراحة لا أشعر بشيء. أوه، حسناً، هذا طبيعي، عادة يستغرق وصول القوى بعض الوقت. ماذا عن الباقي؟ ألا يجب أن أحظى بزي يخفي هويتي؟ لقد تفوهت بما كنت أفكر فيه، العقل الخارق. أيها العمل البطولي، أنا قادم. ربما يجدر بك أن تتمرن أولا. حسنا زيجي، تمارين العمل البطولي، أنا قادم. إنك تفسد اسمرار بشرتي. غريب الأطوار، قل لنا أصلاً من أنت. أنا سريع جداً، مذهل جداً، راق جداً، وبطولي جداً. أنا دي الخارق، ابن عم دييغو الخارق وحاميكما الخاص. ابن عم دييغو؟ ولكن منذ متى لدييغو قريب خارق؟ إنه سر عائلي قديم، لكن حان وقت إشاعة الخبر للعالم. أنتما معرضان لخطر الاحتراق، اسمح لي. من الواضح جداً أنه لطخن للتو بالمايونيز. والآن السرعة الخارقة، هل حان وقت عمل بطولي أكبر؟ أجل، لم لا؟ داها، اسمحي لي بأن أساعدك بواسطة قوة خارقة. أنا لا أسمي هذا خارقاً. حسناً زيجي، أين هي قواي؟ عليك بالصبر، لما لا تستخدم إحدى أدواتك الخارقة؟ بالطبع، تلا، لقد عاد البطل الخارق. إنها صبغة أبدية، وقميصي المفضل.
بعمل رائع، رائع للغاية، لكن عليك أن تكون أكثر طموحاً. الأبطال الخارقون لا يكررون الأعمال القديمة، يطمحون إلى المشهد الأبرز، المهرجان الأكبر. هل تفهم؟ راكب الأمواج من دون موجة كالجمل من دون سنام. اسمح لي بأن أساعدك يا صديقي القشري. النفس الخارق. الموجة تعلو، لا تتحركي أيتها العظاء. القنبلة الخارقة. أوبس. أصدقائي، ماذا تفعلون؟ أنت المطلوب. لماذا أحضرت ابن عمك المزعج إلى هنا؟ عليك أن تعيده إلى منزله. ما بك؟ ستنسحب من البداية. أجل، أنا لا أملك أي قوى وأنت تعرف ذلك. أنا لست بطلا خارقا، أنا مزيف. مهلا لحظة، لا تحتاج إلى قوى خارقة لتقوم بعمل بطولي. لا، بل إلى غريم تتحداه. سرق مراوحنا وترك هذا. دعني أرى. أوه لا، ليس الرجل المزعج. من؟ هذه أخبار سيئة، فالأسوأ قد وصل. إننا في ورطة كبيرة يا أصدقاء، لنتصرف بسرعة. علينا أن نقنع دي الخارق بالعودة. ماذا تقول؟ إنه أكثر بطل خارق مزيف قابلته. هو أيضا البطل الخارق الوحيد الذي قابلته أيضا، وهو فرصتكم الوحيدة للنجاة سالمين. صحيح دييغو؟ أجل صحيح. ترى أجل أجل، لا تخافوا، دي الخارق هنا. أنا سأهزم القائد عدل الذي يختفي، وسيعم السلام مرة ثانية هنا. أنت مخطئ يا دي الخارق. أنا الرجل المزعج، أكثر الأشرار إخافة وإرعابا. لم يقبض علي أحد من قبل، ولن يقبض علي أحد. لا! أين دييغو وزيبي؟ لم أرهما في أثناء العاصفة الرملية، وليسا هنا. ربما اختبأا بعيدا عن الخطر. جبناء، هل تشعر بالإحباط؟ هل تخشى مواجهتي؟ سأهتم بالموضوع. الأمر بيني وبينك أيها الرجل المزعج، سوف أدمرك. وتقانق. حركة الموج. كفى، أعرف متى أهزم. انتهى الأمر أيها الرجل المزعج. العدل ينتصر دائما على الأشرار الذين يزعجون الآخرين مثلك. هل كنت تظن حقا أنك تستطيع هزيمتي مع قواي الخارقة؟ أنا أقوى جمل في العالم وأنت نكرة أيها الفاشل. حقا؟ هل فكرت من جعلك الأقوى أيها الجمل؟ زيجي، ما حاجتي إليه؟ إنه بلا فائدة في معظم الأوقات. حسنا يا صديقي، لقد انتهى العرض. أنت تعتقد أنك خارق؟ خذ هذا. استخدم قواك الخارقة. ماذا تنتظر أيها الجمل؟ هيا استخدم نفسك الخارق. ماذا أفعل الآن؟ تماسك يا صديقي، سأرسل هذا الشيء إلى مكانه الأصلي. أجل. أنا القائد عدل، والآن استعد لسماع حكمي. أنا آسف، تحمست كثيراً، لم أستطع كبح نفسي.
ولكنك أيضا لن تتمكن من كبحي. أينما كنت أيها الرجل المزعج، فالجريمة لا تحقق مبتغاك. أجل، أنا أنت. اسمع جيدا، إن أعمال البطل الخارق تتطلب قوى خارقة، لكن لا يوجد شيء أفضل من قلب جمل صريح ينبض بفخر. تذكر هذا دائما. ياهي، أين كنت؟ كنت على وشك الإمساك به، كنت على وشك، لكن لولا القائد عادل ما كنت سأعرف ماذا سيحدث. لا أصدق أنه هزم الاثنين معا. أجل، فظيع. صحيح؟ خبر عاجل خاص، كومة رمل غامضة تحطمت في دار نشر. من سوء حظ المعجبين في كل مكان، تم تعليق إصدار مجلات القائد عدل حتى إشعار آخر. إنه يستحق ذلك.